السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يا رب النهارده هنتكلم عن ستيب من الستيبس بتاعه البري بروسيسنج. المفروض ان احنا اخدنا لود الداتا، عرفنا ازاي نعمل لودنج للداتا، وعرفنا كل الميثود موجوده فيها معموله ازاي. اتكلمنا عن الموضوع ده في اول سيكشن. انا عموما عملت لكم باوربوينت فيها كل الميثودز اللي احنا اخدناها في اول سيكشن خالص، عشان لقيت لحد دلوقتي ان في ناس بتبقى متلخبطه ومش عارفه تعمل لود للداتا مظبوط. فهنا الباوربوينت دي فيها كل الميثود اللي انت محتاجينها او اللي احنا اديناها اخدناها في اول سيكشن علشان الود الداتا واتعامل معاها وكده وهيئها للشغل ده. طيب، في بعد ما انا عملت لودنج للداتا، المفروض ان انا مش يعني انا عملت لود للداتا وهي عندي وكده، مش الطبيعي ان انا اوديها على طول ان انا ابني بيها ابني بيها الموديل بتاعي، او ان انا ابني ادخلها على طول على الماشين ليرنينج الجوريزم. لا، بتبقى في حاجات ان انا بهيئ الداتا، يعني بعمل شويه ستيبس كده اللي هي كلها تحت اطار البري بروسيسنج. تمام، ان انا بهيئ الداتا تكون بوضع معين ينفع بعد كده تكون مناسبه ان انا استخدمها بان انا ابني بيها الموديل بتاعي وابني بيها الكلاسيفاير واشتغل عليها. تمام، ففي خطوه من الخطوات، يعني خطوه مهمه من الخطوات بتاعه البري بروسيسنج دي، اللي هي سكيلنج الداتا سيت. تمام، ان انا بسكيل الداتا سيت، وده اللي احنا هنتكلم عنه في الفيديو ده. السكيلنج هي ايه؟ هي ستيب من الستيبس بتاعه الداتا بري بروسيسنج. الفكره بتاعتها ان هي بترانسفورم وبتسكيل الداتا بشكل معين بحيث ان هي تبقى ينفع ان انا استخدمها في الخطوات اللي بعد كده، في اني ستيب فارذر ستيب، ان انا ابني بيها موديل بقى ان انا اشتغل عليها الكلام ده كله. طب هو انا ليه بحتاج للسكيلنج او ايه فايدته؟ الداتا بتاعتك وهي جايه، تمام، مش بتكون بنفس الستاندرد، يعني بتبقى فيها اختلافات. يعني ايه؟ يعني نفترض مثلا ان انا عندي كولوم كده اسمه موني. تمام، ان انت ده بتحط فيه فلوس، انت خلاص ده للفلوس، بس الفلوس اللي جايه لك دي انت مش هي اوريدي، انت جاي انت بتشتغل على داتا سيت اوريدي موجوده، يعني مش انت اللي انت عاملها. انت الفكره بتاعتك ان انت بتهيئها للاستخدام بتاعك المظبوط. تمام، فنفترض في الكولوم اللي هو اسمه ماني ده ممكن تكون فلوس جايه لك بالدولار، ممكن تكون فلوس جايه لك بالمصري، ممكن تكون جايه لك بالاسترليني، ايا كان. فبالتالي اليونت هنا بين اليونتس هنا مش محدده، قيمه الفلوس ممكن تكون بالدولار او بالمصري او بالاماراتي او ايا كان. تمام، فالفكره ان انا لا، انا محتاجه الفاليوز دي تكون على نفس الستاندرد، يا اما كلهم مصري يا اما كلهم بالدولار، يا اما يكونوا كلهم بنفس الستاندرد او نفس الميجر. تمام، فهي دي فكره السكيلنج، ان انا بتخليني الداتا بتاعتي، تمام، ان هي تكون بنفس الستاندرد ونفس المشر عشان بعد كده اعرف اتعامل معاها. لان انا طبعا لو انا استخدمتها بالشكل اللي هي عليه ده دلوقتي بتطلع لي الريزلت، الستاتستكس اللي انا باخدها منها بتكونش مظبوطه. تمام، بتبقى ولما بشتغل عليها بعد كده الريزلت بتاع الموديل ده ما بتكونش مظبوط. فالفكره ان انا لا، انا محتاجه ان انا اخلي الداتا كلها بنفس الستاندرد. تمام، كل كولوم طبعا على حده، ان الكولوم ده مثلا الداتا بتاعته هي بنفس اليونت، والداتا دي الكولوم ده بنفس اليونت. تمام، نفس الستاندرد. فهي دي السكيل، ان انا بخلي الداتا بتاعتي ان هي تكون بنفس الستاندرد او نفس السكيل او نفس الميجر، كلهم يكونوا على على وحده واحده. فهو ده فايده السكيلنج. طيب، زي ما انا قلت، هو انا ليه بحتاج للسكيلنج؟ انت ممكن تكون اغلب الداتا سيت بتاعتك بتبقى جايه بفيتشرز بتبقى مختلفه في اليونتس او الماجنتيود بتاعتها. يعني ممكن تلاقي في الكولوم بتاعك قيمه مثلا 5 كيلو جرام و5000 مثلا جرام، وممكن يكونوا هم واحد او كده، بس ده بالكيلو وده بالجرام. تمام، فكده اليونت هنا مختلف، فانا محتاجه ان انا استاندرد الداتا دي. طب ده طبعا يفرق معايا في ايه؟ يفرق معايا في الالجوريزمز اللي هي بتعتمد على اليوكليدان ديستنس، لما بتقيس السيميلاريتي ما بين كل رو. تمام، عشان تعرف زي الكي ان ان اللي احنا اخدناه، فانت بتستخدم هنا اليوكليدان ديستنس عشان تقيس السيميلاريتي بتوين الداتا بوينت.
تمام. فحاجه زي كده هتعمل عائق. ازاي حاجه انت هي 5 كيلو جرام 5000 جرام، ازاي هتعرف تقيس السيميلاريتي ما بينهم؟ فلا، انا محتاج ان انا ايه اوحد الداتا دي او اخليها على نفس الستاندرد، تمام. فهو ده فايده السكيل، هو ان انا اخلي كل الفيتشرز او كل الاتريبيوتس او كل الكولمز بتاعتي على تو ذا سيم ليفل اوف ماجنيتيود، وده بيتم عن طريق السكيلنج. ايه السكيلنج؟ بري بروسيسنج. طيب ذا موست كومن ميثودز تو بيرفورم الفيتشر سكيلنج، يعني اكتر الطرق المعروفه علشان تعمل لك الموضوع ده في السكيلنج، حاجه اسمها نورماليزيشن وحاجه اسمها ستاندرايزيشن، تمام. نورماليزيشن وستاندرايزيشن هما دول اللي احنا هناخدهم النهارده. نورماليزيشن، في من النورماليزيشن دي هو سكيلنج تكنيك، تمام، اللي بتخلي لك الفاليو شيفتد او سكيلد، بتري سكيل الايه الفاليوز بتاعت الايه بتاعت الكولوم بتاعك. طيب في من النورماليزيشن دي في منها نوعين، تمام، تو تايبس. في مين، انا هنا طبعا بتكلم مش عامله حصر لكل الانواع، انا بتكلم عن موست كومن ميثودز، تمام. طيب في النورماليزيشن هنا في منها تو كومن ميثودز او تو كومن تايب، في مين نورماليزيشن وفي حاجه اسمها مين ماكس نورماليزيشن. ايه المين نورماليزيشن؟ هو ان انا الفيتشر، ان كل فاليو عندي موجوده في الكولوم، تمام، بطرح منها المين بتاع الكولوم ده وبقسم على الماكس والمينيمم. يعني انا مثلا في كولوم اللي هو اسمه ماني ده، تمام، اجيب المين بتاعه واجيب اعلى قيمه واجيب اقل قيمه وامشي على كل فاليو موجوده في الكولوم ده، تمام، واطرح منه المين واقسم على الماكس والمينيمم، تمام. فانا كده بعمل ريسكيل للفاليو، بعمل ريسكيل للفاليوز اللي موجوده في الكولوم ده. في الاخر لما بمشي انا على كل الفاليوز اللي موجوده عندي في الكولوم، كل الفاليوز دي بتكون في رينج، تمام، من ماينس 1 ل 1، وبتخليني المين بتاعك بيبقى زيرو، بتخلي لك الداتا، تمام، المين نورماليزيشن دي بتخلي لك الداتا بتاعتك ديستريبيوتد از جاوسيان ديستريبيوشن، بحيث ان المين بتاعها بيبقى زيرو، وان الداتا بتاعتك بتكون بين الرينج ماينس 1 و 1. يعني لو انت عملت الكلام ده ومشيت على كل فاليو في الرو اللي موجود عندك وطرحت من المين وقسمت على الماكسيمم والمينيمم، الاكس دي طبعا هي الفاليو اللي موجوده في الكولوم، يعني انت بتجيب المين بتاع الكولوم وتجيب الماكسيمم فاليو اللي موجوده في الكولوم ده والمينيمم فاليو اللي موجوده في الكولوم ده، وتمشي على فاليو فاليو موجوده في الكولوم، تعمل الاوبريشن دي، تطرح من المين وتقسم على الماكسيمم والمينيمم، تمام. لو انت عملت كده كل هتلاقي كل الفاليوز اللي موجوده عندك في الكولوم ده هتلاقي ان هي ديستريبيوتد ما بين الماينس 1 و 1، وهتلاقي ان هي از هي اوريدي بقت حصل لها جاوسيان ديستريبيوشن او زي ما قلنا نورمال ديستريبيوشن، المين بتاعها بيكون الزيرو، تمام كده. دي طريقه من الطرق بتاع النورماليزيشن. في طريقه تانية اسمها المينيمم ماكسيمم نورماليزيشن، وهي بدل ما انا بطرح الفاليو من المين، لا انا بطرح من المينيمم. يعني ايه؟ يعني انا مثلا في الكولوم بتاعي اشوف اكبر قيمه، اجيب اكبر قيمه واجيب اقل قيمه وامشي على كل فاليو موجوده عندي، اطرح من المينيمم، اطرح القيمه دي الفاليو اللي عندي دي، اطرح اقل قيمه انا جبتها في الايه في الكولوم ده واقسم على اعلى قيمه ماينس ايه مينيمم اكس. يعني دي امشي على كل فاليو، تمام، اجيب اطرح منها المينيمم واقسم على الماكسيمم ماينس المين، تمام. لو انا اشتغلت بالطريقه دي اللي هي المينيمم ماكسيمم نورماليزيشن، بتخلي لك الداتا بتاعتك ديستريبيوتد من الزيرو لل1، تمام، ديستريبيوتد من الزيرو لل1، وده باي المينيمم ماكسيمم نورماليزيشن، تمام كده. طيب ده كده النورماليزيشن. الستاندرايزيشن دي الطريقه الثانيه، دي انذر سكيلنج تكنيك، ان الفاليوز بتاعتك هنا بتكون سنترد اراوند ذا مين، وبستخدم 1 يونت ستاندرد ديفيشن. يعني هي برضو بتخلي لك ان الداتا بتاعتك ديستريبيوتد از جاوسيان ديستريبيوشن، بتشتغل على ان المين بزيرو. يعني لما باجي اعمل ديستريبيوتد للداتا المين بتاعي هيكون عند الزيرو، تمام كده، وبتخلي لك الداتا بتاعتك ديستريبيوتد باي 1 ستاندرد ديفيشن. يعني انا بجيب الستاندرد ديفيشن وهي حوالين 1 يونت من الستاندرد ديفيشن ده، وده عن طريق ان انا بمشي برضو على كل قيمه موجوده عندي، تمام، بطرح من المين وهنا بقسم على الستاندرد ديفيشن، مش بقسم على المينيمم ماكسيمم او الايه اللي احنا اخدناها في النورماليزيشن، لا انا هنا بقسم على الايه
على الجاوسن ديستريبيوشن. الطريقه دي معروفه باسم اسمها زد سكور. تمام كده؟ طيب انا طبيعي كده يا اما بشتغل، يعني يا اما بعمل نورماليزيشن يا اما بعمل استندراليزيشن، يعني يا اما بعمل كده يا اما بعمل كده. يعني بختار حسب الايه، حسب اللي انا هنتكلم في اخر الفيديو انا بختار ازاي وديبند على ايه. انا بقول بقرر نورماليزيشن ولا استندراليزيشن، هتكلم عن كده بالتفصيل شويه كده. طيب المهم دلوقتي نكون فهمنا ايه هو السكيلينج، تمام، وايه فايدته، وبعمله ازاي. هو بس هي ما هي بمنتهى البساطه، انا بطبق الميثود دي او الاوبريشنز دي على كل فاليو موجود عندي. بتحط لك الداتا بتاعتك في رينج معين، سواء مينيمم ماكسيمم من 0 ل 1، او في حاله المين نورماليزيشن هتبقى من ماينس 1 ل 1 والمين عندك ب 0. هنا دي برضو بتخليها لك من ماينس 1 ل 1 وتخلي لك هنا ايه المين بتاعتك ب 0. في بعض الالجوريزمز بتبقى افكتد اصلا باي سكيلنج، يعني ما بينفعش تشتغل غير لما انت تعمل سكيل، تمام، لان انت لو ما عملتش سكيلنج هي بيكون عندها مشكله، تمام، ممكن تطلع لك ايرور. وشفنا الكلام ده لما انتوا حاولتوا تطبقوا اللينير ريجريشن بالجريدينت ديسنت وكانت في مشكله في الداتا وفي ناس طلع معاها ايرور وهي الريزلت استو لارج وما كانش عارف يطلع النتيجه الا لما عملنا سكيلنج، تمام. ففي بعض الالجوريزمز من التكنيكس بتاعتها اللي هو اساسي اصلا انك لازم تعمل سكيلنج قبل ما تبدا شغل. منها مين؟ منها اي الجوريزم بيتعامل مع الجريدينت ديسنت. اي الجوريزم بيتعامل مع الجريدينت ديسنت او بيزد على الجريدينت ديسنت، تمام، لازم تعمل فيها سكيلنج تكنيك. واتيفر بقى هتعمل نورماليزيشن او استندراليزيشن، دي حاجه ايه حسب الالجوريزم بتاعك وطبيعته كده، وهنتكلم قلنا في الموضوع ده بالتفصيل في الاخر. بس اي الجوريزم بيزد على الجريدينت ديسنت سواء لينير ريجريشن لوجيستيك ريجريشن النيورال نتورك اي حاجه، محتاج ان انا اعمل سكيلنج قبل ما اطبق الالجوريزم ده، تمام، لان الجريدينت ديسنت، تمام، بتوصل بسرعه للحل بتاعها، تمام، لما تيجي تعمل سكيل. يعني ان انت يكون عندك الفيتشرز ذا سيميلر سكيل، ده بيساعد الجريدينت ديسنت ان هي توصل للحل الاسرع وان هي تلاقي احسن بارامتر زي ما شفنا. فدي من الالجوريزمز اللي لازم فيها ان انا اعمل سكيلنج قبل ما ايه، قبل ما ابدا شغل فيها، قبل ما اودي الداتا، قبل ما الداتا دي تروح ابني بيها الموديل بتاع يوزنج اي من الالجوريزمز دي، تمام، لا لازم اعمل سكيلنج للداتا، تمام. طيب ومين تاني؟ والالجوريزمز كمان اللي بتعتمد على الديستنس، تمام، زي الكي ان ان لما كنا بنقيس فيها اليوكليدان ديستنس وده جربناه، كنا لا لازم تكون الداتا طبعا بنفس السكيل علشان اعرف اقيس السيميلاريتي ما بين الداتا بوينت. فامثله من الالجوريزمز دي الكي ان ان او الكي مينز او السبورت فيكتور ماشين. اي الجوريزم بيعتمد على الايه، على الديستنس، انا محتاج ان انا اعمل سكيلنج، تمام، قبل ما ابدا شغل بالايه، بالالجوريزمز دي. هنا بتخلي الالجوريزم يشتغل احسن ويطلع بيرفورمانس احسن، تمام، لما تكون الداتا دي انت عامل لها ايه، عامل لها سكيلنج. طيب الالجوريزمز اللي هي نوت افكتد باي سكيلنج، يعني عادي عملت سكيلنج ما عملتش مش مشكله، اللي هي ايه، اللي هي تري بيزد مودلز، الموديل اللي هي بيزد على التري، تمام، هنا مش نوت ديستانس بيزد، تمام، ومش بحتاج فيها جريدينت ديستنت، فبالتالي السكيلنج هنا مش مطلوب ان انا ايه اعمل موديل للتري. او مثلا الالجوريزمز زي ال دي اي اللي هو اللينير ديسكريمينانت اناليسيس او النايف بيز، الحاجات دي برضو نوت افكتد باي فيتشر سكيلنج. طيب عايزين نعمل امبلمنتيشن بقى ونشوف ده بيحصل له امبلمنتيشن ازاي. طيب انا هنا دلوقتي ايه، هنبدا بامبلمنتيشن للنورماليزيشن، وانا هنا عامله للنورماليزيشن باي مينيمم ماكسيمم. طبعا انتوا ممكن تعملوا باي مين، هي نفس الطريقه، الفكره في الايه، في الايكويشن اللي انت هتتعامل بيه. انا هنا هعمل نورمالايز باي مينيمم ماكسيمم. فشوفنا احنا ده شكل الايكويشن بتاعي، ان انا بمشي على كل فاليو موجوده عندي، تمام. اول حاجه بجيب المينيمم، لو خدتوا بالكم انا هنا دي الايكويشن، صح ولا لا؟ انا هنا دي محتاجه ايه، هنا محتاجه المينيمم اكس، محتاجه الماكسيمم
في كل مين، في كل كولوم عندي. يبقى انا عشان اطبق الايكويشن دي واستخدمها وافعلها، يعني اعرف اجيب قيمتها، انا محتاجه اجيب المينيموم والماكسيموم بتاع مين، بتاع كل كولوم، صح ولا لا؟ طيب فانا هنا دي فايده الميثود دي، ان انا عندي داتا سيت مينيموم ماكسيموم، دي فايده بديها الداتا سيت، والمفروض ان هي بتطلع لي المينيموم والماكسيموم بتاع كل مين، بتاع كل كولوم. عندي 5 كولوم، تمام، يعني 5 فيتشرز، يعني 5 اتريبيوت، يبقى كل واحد بتطلع لي المينيموم والماكسيموم بتاع كل مين، بتاع كل كولوم. فهنا الميثود دي بديها الداتا سيت، تمام، المينيموم ماكسيموم ده ليست انا هحتفظ بيها بالمينيموم والماكسيموم بتاع كل كولوم بتاعي، همشي فور لوب على الاتريبيوتس اللي موجوده عندي. فطبعا هقول لين داتا سيت اوف 0 عشان تجيب لي اول ايه، اول رو، فهجيب همشي على الكولومز بتاعته، هجيب ايه، هجيب مثلا سي للكولوم الاولاني اللي هو رو اوف اي، هجيب كل الفاليوز اللي موجوده في الرو ده احطها هنا في الكولوم فاليو، فالكولوم فاليو دي شايله ليست بكل الايه، بكل الفاليوز اللي موجوده في الرو ده، طيب قصدي لكل الفاليوز اللي موجوده في الكولوم ده، تمام. هنا رو اوف اي فور رو مش عارفه مين، انا طبعا هنا بمشي على ايه، بمشي هنا على الـ على الـ على الاتريبيوتس، على الكولوم از كل، از توتال يعني. طيب فهنا الكولوم فاليو انا خدت كل الكولوم اللي موجوده في الايه، في الكولوم ده، وباستخدام ميثود اسمها مينيموم بتجيب لي اقل قيمه من الكولوم فاليوز دي، هتبقى فاليو مينيموم احطها هنا، وماكسيموم وديها الكولوم فاليوز اللي هو الليست دي بتجيب لي الماكسيموم فاليو في الايه، في الليست دي، بحتفظ هنا بفاليو اندرسكور ماكس. طيب ده كده لمين؟ ده كده للكولوم الاولاني، بقى عندي الفوليوم الفاليو مينيموم والفاليو ماكسيموم للكولوم الاولاني، بقى ابند الكلام ده في الليست اللي انا معرفاها فوق، مينيموم ماكسيموم ابند، واحتفظ بالايه، المينيموم والماكسيموم بتاع الكولوم الاولاني، واطلع الكولوم الثاني برضو بتجيب لي كل القيم بتحتفظ بيها بالكولوم فاليو، اجيب المينيموم باستخدام المينيموم ميثود وديها كل الفاليوز بتجيب لي اقل قيمه، وماكس فانكشن بديها كل الفاليوز بترجع لي الايه، الفاليو ماكسيموم، وابند الكلام ده فين، في الليست، وهكذا كده. في الاخر عندي الناتج من الميثود دي مينيموم ماكسيموم، دي ليست بتكونتين المينيموم والماكسيموم فاليو بتاع كل مين، بتاع كل كولوم، مينيموم والماكسيموم فاليوز بتاع كل كولوم. وبعدين انا عايزه بقى افعل الكلام ده، فهنا عايزه انورمالايز الداتا، انورمالايز الداتا سيت. فعندي الداتا سيت وعندي المينيمم ماكسيمم ليست اللي هي راجع عندي دي، طيب بمشي على مين، بمشي على كل فاليو، تمام، في كل رو، وعلى حسب المينيمم والماكسيمم بتاع الايه، بتاع الكولوم، انا ببدا اطرح، يعني اجيب هنا 4i in range length of row، بمشي على الروز ده، همشي الرو الاولاني، اخد الايه، ادي اول قيمه بتاعه الاتريبيوت الاولين رو اوف الاي ماينس المينيمم ماكسيمم اوف الاي اوف 0. ليه اوف 0؟ علشان هنا عايزه المينيمم، وهنا شايله مين، فاليو مينيمم وفاليو ماكسيمم، فالزيرو هتجيب لي الفاليو المينيمم، وال1 هتجيب لي الفاليو الماكسيمم. فبالتالي هنا انا بقول له المينيمم ماكسيمم بتاع الاتريبيوت ده، تمام، هات لي المينيمم بتاعه، طيب، على المينيمم ماكسيمم، انا هنا عايزه الماكسيمم، المينيمم ماكسيمم اوف الاي بتاع الاتريبيوت ده، هات لي الايه، هات لي ال1، هات لي الماكس، ماينس مينيمم ماكسيمم اوف الاي اوف الزيرو، هات لي ايه، انا بعمل ماكس ماينس المينيمم. فهنا همشي على كل رو، تمام، وكل فاليو عندي في الرو ده بشوف الاتريبيوت المينيمم والماكسيمم بتاع الاتريبيوت ده، وبطرح، تمام، هنا المينيمم على الماكسيمم ماينس المينيمم، يطلع لي كده ايه، انا يغير لي في قيمه الايه، الرو فاليو دي، وبحتفظ هنا في الرو اوف اي، تمام كده. طيب هي دي اللي بتنورمالايز الداتا، انا بمشي على كل القيم وبطبق الايكويشن دي، في الاخر الداتا بتاعتي هنا هتلاقيها من الرينج 0 1. طيب ده هنا دي بمنتهى البساطه انا بنورمالايز الداتا، مثال كده، طبعا دي داتا سيت بسيطه خالص، غير كده انت بتلود الداتا سيت بتاعتك وبتشتغل عادي خالص، والداتا سيت بالطريقه اللي احنا اخدناها هي بترجع لك ليست اوف ليست، نفس الفكره. طيب فدي داتا سيت من بتتكون من ايه، من اتنين رو واتنين كولوم، رحت حسبت المينيمم، اول حاجه رحت حسبت المينيمم والماكسيمم بتاع الداتا سيت دي، تمام، فرجعت عندك اهي المينيمم والماكسيمم للداتا سيت دي بتاع كل مين، بتاع كل ايه، بتاع كل كولوم، كل كولوم المينيمم والماكسيمم بتاعه ايه،
بعد ما حسبت المينيموم والماكسيموم اروح انادي على نورماليز الداتا دي بقى، نورماليز الداتا سيت مع المينيموم والماكسيموم اللي انا ايه اللي انا حسبتهم، فبتطلع لك الفاليو بعد ما عملت لها نورماليز ده شكل الداتا، يا اما 0 يا اما 1 يا اما بينهم، مش لازم كده تمام. هي بس عشان انا مستخدمه ايه داتا بسيطه قوي، فالمينيموم والماكسيموم هم يعني تقريبا، لان طبيعي انت هنا 2 وهنا 2، فالمينيموم هيجيب لك اقل قيمه هنا ايه واعلى قيمه هنا ايه تمام. غير كده لا، هيطلع لك الرينج بتاعك الداتا بتاعتك ما بين الزيرو وما بين الوان، فكده هي كلها الداتا بنفس الايه بنفس الرينج تمام كده. طيب دي كده اول طريقه، ده الامبلمنتيشن بتاع النورماليزيشن باي مينيمم ماكسيمم. ممكن طبعا تطبق نفس الطريقه دي باستخدام المين ايه المين نورماليزيشن، بس الفكره ان انت هتكون عايز تحسب ايه من الداتا، هتكون محتاج تحسب المين ومحتاج تحسب تجيب الماكسيمم ومحتاج تحسب الايه المينيم. يعني هنا ايه هنا هترجع، بدل ما هترجع قيمتين لا هترجع 3 قيم، هترجع المين بتاع الكولوم ده وهترجع اقل قيمه فيه ايه وهترجع اعلى قيمه فيه ايه، وهتمشي عادي خالص بايه بانك هتعوض تعويض مباشره هنا على بالايكويشن دي، بس هتغير لك هتعمل لك سكيل في الداتا هتغيرها لك وهتخلي لك الرينج بتاعك بين ايه بين ماينس 1 ل 1 تمام. ده باستخدام الايه النورماليزيشن باي مين، نفس الطريقه تقريبا، بس هو ايه الفكره ان انا بدل ما بطرح من المينيموم هطرح من المين. طيب تاني حاجه بقى عندي هنا ايه النورم الستاندرلايزيشن، الامبلمنتيشن بتاع الستاندرلايزيشن هو برضو نفس الايكويشن اللي هي الايكويشن اللي احنا اخدناها تمام. دي بتستاندرلايز الداتا بان هي بتخلي لك بتعمل لك الداتا تكون على جاوسن ديستريبيوشن تمام، عندك ان المين بتاعتك عند الزيرو تمام، والستاندرد ديفيشن ماشيه واحد ماشيه كده وكده، والديتا بترينج بتاعتك في ايه في نفس از وان يونت من الـ من الستاندرد ديفيشن. طيب فادي دي شكل الايه شكل الايكويشن، انا محتاجه ايه من الايكويشن دي، محتاجه المين ومحتاجه الستاندرد ديفيشن، فبالتالي انا رحت هنا عامله ميثود عشان تجيب لك الايه المين. طبعا زي ما اخدناها كذا مره، انا هنا ادي المين، هنا طبعا انا بجيب المينز بتاع مين بتاع كل مين بتاع كل اتريبيوت بتاع كل كولوم، كل كولوم اشوف المين بتاعه ايه، كل كولوم عندي الفيتشرز بتاعتي ايه بجيب الايه بجيب المينز بتاعتها. فكاني هنا هو ليست فاضيه تمام كلها صفار، حاطه ايه دي اللي انا هحتفظ بيها بالمينز بتاعت الايه بتاعت الكولومز بتاعتي. طيب وبمشي على كل كولوم كولوم تمام، واجيب الفاليوز بتاعتهم وبجمعهم واطرح واقسم على الايه واقسم على اللينس عشان اجيب المين بتاع مين بتاع كل كولوم، وبحتفظ فين وبحتفظ الكلام ده في المينز الليست دي تمام كده. دي كده هتريترن مين هتريترن المينز اللي هي از ايه از ليست اوف مينز بتاع كل مين بتاع كل اتريبيوت، دي كده الكولوم اوف مينز. طيب بالنسبه للستاندرد ديفيشن هي نفس الفكره، بس انا هنا محتاجه ايه داتا سيت ومحتاجه المينز وبفور لوب على كل كولوم تمام، بطرح القيمه دي ماينس الستاندرد ديفيشن تو ذا باور 2 تمام، واجمع كل الفاريانس دي، بعد كده اجيب الجذر التربيعي تمام للقيمه اللي رجعت دي، وبقى ايه وبحتفظ الكلام ده في الايه في الليست اللي انت عملتها اللي هي اس دي ديف. في الاخر هي رجعت لك كل الستاندرد ديفيشن بتاعت مين بتاع كل كولوم، كل كولوم شايل الستاندرد ديفيشن از ليست. طب دلوقتي معايا كل المينز ومعايا كل الستاندرد ديفيشن، خلاص انا كده محتاجه ايه محتاجه استاندرلايز الداتا بقى، اعوض تعويض مباشر على الايه في الايكويشن دي. فهنا بستاندرلايز الداتا سيت، مديها الداتا سيت ومديها المين ومديها الايه الستاندرد ديفيشن. طبعا دي الداتا سيت وهنا ده ليست بتاعت المين بتاع كل الكولومز، ده الستاندرد ديفيشن بتاع كل الكولوم. فهمشي برضو على الداتا سيت دي، انا همشي فور رو وبعد كده همشي على كل فاليو موجوده في الايه في الرو ده، اطرح المين تمام، اطرح القيمه دي ماينس المينز المين بتاع الكولوم ده على الستاندرد ديفيشن بتاع الكولوم ده بس، وبحتفظ الكلام ده ايه في الرو وفي الاي، بعمل سكيل على الايه بعمل استاندرلايز الداتا او الفاليوز هنا تمام، ان انا بطرح من المين وبقسم على الستاندرد ديفيشن، كل ده بحتفظ بيه في هنا الرو وفي الفاليوز هنا. كده انا عملت سكيل للايه سكيل للداتا هنا باستخدام الايه الستاندرلايزيشن ميثود. مثال على القصه دي برضو هي نفس الداتا سيت، بس انا هنا دي الداتا سيت اهي كانت 3 كولوم 3 رو 2 كولوم. طب رحت حسبت المين بتاع الداتا سيت ورحت حسبت الستاندرد ديفيشن، فطبيعي هنا انا عندي كام، انا عندي 2 كولوم صح،
فبالتالي كده الكولوم مينز دي هترجع لي ايه؟ هترجع لي ليست فيها اتنين، فهنا المينز بتاعتي اهي واهي، اتنين ليه؟ اتنين مينز عشان انا عندي اتنين كولوم. طب والستاندرد ديفيشن برضو نفس الحاله، هيترجع لك الميثود هنا ليستة فيها اتنين لكل ايه؟ لكل كولوم. طيب بعد كده هروح اعمل ستاندرلايز للداتا سيت، الميثود بديها الداتا سيت اللي انا اوريدي عندي اهي، وبديها المينز اللي رجعت الليست، والستاندرد ديفيشن الليست برضو. طيب رجعت الكلام ده فين؟ خلاص الداتا بتاعتك ستاندرلايز اوريدي، ده كله خلاص انا بظبط وبغير على طول على الداتا سيت. طيب انا طبعت الداتا سيت، فكده الداتا بتاعتك هي ايه؟ اوريدي ستاندرلايز. وخدتوا بالكم هنا ان الرينج بتاع الداتا من ماينس 1 ل 1، تمام كده الداتا بتاعتك ستاندرلايز. دول التو ميثود، دول الامبلمنتيشن بتوع التو ميثودز بتوع السكيلنج اللي هو النورماليزيشن والستاندرلايزيشن. طب انا امتى اعمل نورمالايز وامتى اعمل ستاندرلايز؟ يعني انا اقرر امتى اعمل ايه؟ يعني مين المفروض اعمله يعني؟ فبيقول لك ان انت ممكن تعمل نورماليزيشن لما بيكونش فارض عليك فرض معين في الالجوريزم، يعني مش قايل لك مثلا لا الداتا بتاعتك لازم تجي لك تيجي جاوسيان ديستريبيوشن، مش فارض عليك اي، يعني مش فارض عليك فرض معين. انا هنا بعمل النورماليزيشن لما بيكونش انت عندك فكره للديستريبيوشن بتاع الداتا. زي مين من الالجوريزمز كده؟ زي اي حاجه بقى هي مش فارضه، او مش فارضه اي ديستريبيوشن، زي الكي ان ان، زي النيورال نتورك، زي اي الجوريزم مش فارض ايه؟ مش فارض ديستريبيوشن معين. فانا فبستخدمه، الحاجات دي بتبقى يسكن مع الالجوريزمز، نوت اسيوم اني ديستريبيوشن لايك الكي ان ان او النيورال نتورك، تمام. فانا ساعتها خلاص بعمل ايه؟ بعمل النورماليزيشن. وامتى بحتاج الستاندرلايزيشن؟ هتبقى بقى العكس، لما يكون فارض عندك فرض معين، او الداتا حتى بتاعتك هي اوريدي جايه جاوسيان ديستريبيوتد، يعني هو قايل لك ان الداتا بتاعتك هي جاوسيان ديستريبيوشن، او ان الالجوريزم بتاعك فارض ان الداتا لازم تكون على ايه؟ على ان هي تكون جاوسيان ديستريبيوشن، يبقى ساعتها انا هحتاج الستاندرلايزيشن. غير كده انا بقرر ازاي؟ والله انا بقرر يعني لولا، يعني لو ما عنديش ده والكلام ده كله، خلاص هنا هيبقى ديبند على your problem وعلى حسب الماشين ليرنينج الجوريزم بتاعك اللي انت هتستخدمه. يعني زي ما احنا قلنا، لو انا الداتا بتاعتي مثلا الداتا بتاعتي محتاجه جريدينت ديسنت، او مثلا زي ما شفنا مثلا في الالجوريزم اللي هو اخدناه محتاج جاوسيان ديستريبيوشن قبل ما استخدمه، خلاص يبقى انا ساعتها هستخدم ستاندرلايزيشن. غير كده انا ديبند على يور بروبلم او يور ماشين ليرنينج الجوريزم انا يعني بتعامل. وفي ناس كتير ان هي لا، ممكن تجرب تعمل نورمالايز، تعمل ستاندرلايز وتشوف البرفورمانس بتاعهم، يعني تجرب ده وتجرب ده، واكوردنج للريزلت تقارن النتائج، وحسب ده خلاص انا هعمل نورمالايز او هعمل ستاندرلايز. يعني ممكن تجرب ده وتجرب ده وتشوف البرفورمانس بتاع النتائج بتاعتك هتبقى عامله ازاي، ساعتها انا ايه؟ انا مستخدم نورماليزيشن او ستاندرلايزيشن، تمام. فكده مفيش حاجه معينه، مادام هو مش فارض عليك حاجه معينه، مادام الالجوريزم بتاعك مش فارض حاجه معينه، خلاص يبقى ساعتها انت ممكن تجرب الاثنين اصلا، وحسب الايه؟ حسب الريزلت بقى، البيست ريزلتس، انت هتقول ايه؟ لا انا هعمل كذا او هعمل كذا، تمام. ده كده السيكشن بتاع السكيلنج. ان شاء الله نكمل تاني البري بروسيسنج. شكرا.